هل سرق الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت أبحاث العالم المسلم أبي حامد الغزالي؟ وهل يمكن اعتبار منهج الغزالي المؤسس الفعلي للعلوم الحديثة والفلسفة الحديثة عكس ما يدعيه الغرب في نسبتها إلى ديكارت؟ حقائق صادمة يكشف عنها مؤرخ تونسي لأول مرة في القرن الماضي في مؤتمر الفكر الإسلامي بأرض الجزائر. لكن قبل أن نصل إلى مؤتمر عنابة بالجزائر، دعونا أولا نتعرف على ديكارت والغزالي. قد تكون بلا شك سمعت بالإمام أبي حامد الغزالي الذي عاش بين سنتي 58 و1000 و11 و100 و1000، العالم الموسوعي الذي لقبه المسلمون بحجة الإسلام. ينحدر الغزالي من قرية غزالة في طوس الواقعة بإيران حاليا، وكان والده يشتغل بغزل الصوف، وطالما منى نفسه بأن يكون ولداه عالمين يفتخر بهما، لكن أدركته المنية قبل ذلك. بعد وفاة والده خرج الغزالي لطلب العلم، ومن من درس على يدهم العالم المشهور إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. قال هذا الأخير عن الغزالي: إنه بحر مغذى نظرا لسعة حفظه ومعارفه، فجعله مساعدا له في التدريس. بعد شهرة الغزالي سيكلفه الوزير السلجوقي نظام الملك بالتدريس في المدرسة النظامية، إحدى أكبر المعاهد العلمية في ذلك الزمان. سيستفحل المذهب الباطني في عصر الغزالي، وسيبذل جهدا كبيرا للرد على أصحابه وإفحامهم. سيترك الغزالي مهنة التدريس وسيعيش حياة التصوف والزهد إلى أن توفي رحمه الله، مخلفا مؤلفات عديدة لا يمكن لطالب العلوم الإسلامية تجاوزها إلى يومنا هذا. وخلف أيضا كتبا فكرية لعل أبرزها الكتيب الصغير المنقذ من الضلال، الذي ضمنه الغزالي جهوده في البحث عن الحق وكيف بلغ به الأمر أن جحد كل شيء وهدم كل الحقائق والبديهيات ليعيد بناءها ويعتنق الحق. بعد 6 قرون من الغزالي سيأتي الفيلسوف الفرنسي المشهور ريني ديكارت الذي عاش بين سنتي 96 و500 و1000 و50 و600 و1000، والذي لقب بأبي الفلسفة الحديثة، وشكلت أعماله النواة الأولى للثورة العلمية والنهضة الفكرية التي عرفتها أوروبا. كتب ديكارت كتابا سماه المقالة في المنهج، ضمنه القواعد الأربعة التي تأسس عليها التفكير الهندسي والرياضي والمبنية على الشك في كل شيء، كما قال الغزالي قبلا. حتى أن ديكارت عرف بعبارته المشهورة: أنا أفكر إذن أنا موجود. وكل من اطلع على المنقذ من الضلال والمقال في المنهج يلحظ الكثير من التشابه بين منهجي الكتابين، خصوصا في مسألة الشك وهدم الحقائق وإعادة بنائها على اليقينيات. في 15 من تموز يوليوز لسنة 76 و900 و1000 احتضنت مدينة عنابة الجزائرية مؤتمرا للفكر الإسلامي، وكان من بين المحاضرين المؤرخ التونسي الفاضل عثمان العكاك، والذي ألقى ما يمكن وصفه بقنبلة علمية آنذاك والمتمثلة في فضح سرقة ديكارت لأفكار الغزالي بالحجة الدامغة والدليل والبرهان. فقد كشف على أنه في أحد أبحاثه اطلع على نسخة من كتاب المنقذ من الضلال مترجمة إلى اللغة اللاتينية. هذه النسخة كانت ضمن المقتنيات الشخصية لديكارت، وكما أن عليها تعليقات بخط ديكارت نفسه مفادها ينقل هذا إلى منهجنا. وحتماً فإن ديكارت سيقصد مقاله في المنهج، لكن لغرابة الصدف العكاك سيتوفى في ظروف غامضة في اليوم الموالي، إلى درجة أن البعض شك في أمر وفاته، هل كانت طبيعيا أم كان أمرا مدبرا بليل؟ إذ لو صح وانتشر قول العكاك ومعه الأدلة فإنه حتما سيقضي على رمزية عالم من أعلام الغرب، وكذا السمو الفكري للغرب على غيرهم من الأعراق. بوفاة العكاك رحمه الله أقبر الدليل الوحيد الذي توفر إلى يومنا هذا على سرقة ديكارت من حجة الإسلام الغزالي. كالعادة في الأخير بودي أن أسألكم: هل مسألة تشابه كتابي ديكارت والغزالي من محض الصدف، أم أن فعلا ديكارت سرق منهج وأفكار الغزالي ونسبها إلى نفسه؟ دمتم سالمين.